ما تنساش تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات، وتدير جام ومشاركة لصفحتنا على الفيسبوك خطوة تعليمية ابتدائي متوسط ثانوي. هذا راح يشجعنا نقدموا المزيد والمزيد. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس. طبعا ما زلنا مع المراجعة للامتحانات. هذا اختبار في مادة الرياضيات، حليناه بشكل مفصل. دونك هو فيه 6 تمارين شاملة. التمرين الأخير عبارة على وضعية إدماجية. دونك احنا كل جزء، كل تمرين حليناه في فيديو خاص. طبعا انت ما تشوفنيش كيف راح نحلو مباشرة، راح تروح وتحاول وتكتب، ومن بعد خاص باش تجي للفيديو وتشوفني كيفاش نحل، هكا باش تتعلم. واذا لقيت روحك غلط زيد، روح زيد حاول وصحح الغلطة تاعك، وزيد على الرواح رجع للحل وشوف كيفاش راني نحل. ها هو التمرين الاول، وهذا التمرين الثاني، وهذا التمرين الثالث، وهذا التمرين الرابع، وهذا التمرين الخامس، وهذه الوضعية الإدماجية. كما قلت لك شوف هنا أسفل الفيديو في الوصف تلقى الأجزاء الستة، كل تمرين حليناه في فيديو خاص بالتفصيل الممل. لازم تروح تحاول ومن بعد تعاود ترجع للفيديو باش تشوف روحك صحيح ولا لا، هكا باش تتعلم. ها متفقين؟ هيا بالتوفيق. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية، وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب. وما تنساش ثاني زيد تكليك على هذاك الجرس، علاش؟ باينة باش أي حاجة نحطوها، تمارين، دروس، امتحانات، برامج، نصائح توصلك في الحين. هيا السلام عليكم، تهلاو في روحكم.